تختتم اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات لديك؟ مرحبا بك وبكل متابعينا في اليوم الثالث والأخير في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا. هذا المؤتمر والمعرض الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أيضا هناك عدد من الجلسات منذ الصباح. هذه الجلسات التي يشارك فيها أكثر من 102 دولة، وأيضا عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجال الأدوية والصحة وأيضا الوقاية. الجلسات العديدة في أغلب القاعات من النقاشات المختلفة حضر بها عدد كبير من الخبراء والعلماء والمسؤولين في إفريقيا وعدد كبير من الدول المتخصصين أيضا في مجال الصحة ومجالات أيضا الوقاية الطبية، ومناقشة العديد من القضايا الطبية الخاصة بإفريقيا والأزمات الصحية وأيضا معالجة العديد من الأوبئة. أيضا تم التطرق من خلال عدد من الجلسات إلى القضايا الخاصة بالأورام وأيضا الأمراض السرطانية في إفريقيا وضرورة القضاء عليها وطرق المعالجة. أيضا هناك عدد من الجلسات التي تناولت الدور الكبير لثقافة الجودة الطبية وأيضا تكنولوجيا صناعة الأدوية والتكنولوجيا الصحية في الكثير من المجالات، وأيضا تطرقت عدد من الجلسات إلى ضرورة وأيضا الوقاية بالتطعيمات في كافة الدول الإفريقية وضرورة أيضا وجود هذا النوع من التطعيمات الطبية في العديد من الدول الإفريقية، وأيضا هناك الكثير من تبادل الخبرات وأيضا توقيع العديد من البروتوكولات بين وزارة الصحة المصرية وعدد من الشركات الخاصة في مجال الصحة والأدوية وأيضا عدد من الدول الإفريقية. هذا المؤتمر أيضا سطر لخارطة الطريق في العلاج وأيضا خارطة الطريق في المجال الصحي نحو القارة الإفريقية واطلاع مصر على هذه القارة بكافة الجوانب الطبية والمساندة وأيضا المعالجة في الكثير من الأزمات الصحية بالرؤية المصرية وخارطة طريق مصرية. أيضا من خلال هذا المؤتمر والمعرض تم التطرق إلى العديد من البروتوكولات الخاصة بالوقاية والتطعيمات وصناعة الأدوية والتكنولوجيا الصحية أيضا استخدامها في هذا المجال. ومن خلال المشاركة الكبيرة للمستثمرين في مجال الصحة كان هناك عدد من الندوات والتوقيعات للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول الإفريقية وأيضا عدد كبير من الشركات الخاصة بالمجال الطبي والأدوية التي شاركت في هذا المؤتمر. أيضا هناك عند الساعة الرابعة الجلسة الختامية والتي من الوارد أو من المفترض أن تخرج بالعديد من التوصيات والنصائح في هذا المجال وخارطة طبية نحو إفريقيا بأكملها، وأيضا سوف تشهد العديد من التوقيعات البروتوكولية لعدد من الشركات الأدوية والدول، وأيضا نعم. وزارة الصحة المصرية سوف تكون مشاركة في هذه الجلسة. أيضا هناك العديد من الفعاليات الختامية على مدار اليوم الحفل الختامي الذي سوف يبدأ عند السادسة مساء لختام مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا. عودة إليكم مرة أخرى. أشكر جزيل الشكر رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية.